السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، صباح جديد، صباح سعيد، صباح الأمل والتفاؤل اللي بيتجدد جوانا كل يوم مع إشراقة شمس يوم جديدة وصباح جديد، صباح سعيد. أهلا بحضراتكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخس. هاي أيوة، أنت عايز تبقى رشيق؟ تبقى رشيق يعني اشترك في القناة بس كده. لما واحد بيخس في العيلة بينقل بقية الفكرة لباقي العيلة، وكنا شفنا فيديو قبل كده لأستاذ محمد سالم أو الحاج محمد سالم، واللي كان خس معانا وبعد كده نقل لبيته الخسسان برضو، سواء لبنته أو لزوجته أو لابنه كمان، صح كده؟ ومعانا النهاردة بنت الحاج محمد سالم. إزاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. قولي لنا بقى، خسيتي كم كيلو؟ 24. ما شاء الله. من كام لكام؟ من 104 ل 80. من 104 ل 80. انت ايه اللي وصلك ل 104 بقى؟ يعني انا قول لنا ايه العادات الغذائيه السيئه اللي توصل، يعني لو اي حد مثلا وزنه كويس وخايف ان هو وزنه يزيد، فازاي ان احنا نحافظ على ده؟ والله وانا كنت باكل، يعني باكل بعنصريه، يعني ما كنتش يعني باكل وانام، باكل بقول ما هي كده كده خربانه بقى، اصل انا مش خاسه يعني احافظ على وزني عادي بقى. وبعدين كان سبب مشاكل كبيره قوي وانفصلت بسبب كده، خربت حياتي. بس لكن يعني لما واحد يسيبني يعني بسبب ان انا تخينه، فطبيعي ان انا ضربت ده على ده بقى. يعني انت انفصلتي عشان خاطر التخن؟ ايوه، لما عديت المية. عديت المية يعني طب ايه علاقه التخن بان انا انفصل؟ يعني المفروض ان انا الموضوع يبقى يعني الانسان مش واثق من نفسه خالص، حد لا عارف يلبس ولا عارف، واخلاقه ضيقه طول الوقت، شايف نفسه ان هو حد اقل من الناس اللي حواليه كلها، اقل من اي حد. يعني هو الحته اللي يعني الشخص ده لعب عليها ان هو يأثر على نفسيتك، او ان هو يستخدمك كان انت شخصيتك ضعيفه يعني. ايوه دي كانت اول حاجه. طيب ودلوقتي؟ لا انا الحمد لله يعني اثبتت لنفسي اولا بان انا اقدر، الحمد لله، وحققت نجاح كبير قوي لما من ساعه ما قابلنا الاستاذ محمد ابو براء، الاستاذ ابو البراء. حياتنا اتغيرت كتير الحمد لله، نصحنا، وانا عامه غلبت شويه كبار قوي، شويه كبار، لانه جالي قبل ما انا ايه يعني انفصل، وانا كنت ايه عايزه عنيده بان انا ايه مش هخس عشان اثبت للشخص ده ان انا مش هخس عشانك، عشان انت يعني قلت ان انت مش عايزني بسبب ان انا تخينه. كيري بما ان انا لازم اخس يبقى انا عايزه فلوس كتير، بان انا عايزه بقى اروح عند جلسات بقى واشرب حاجات كتير وادويه وبتاع، هو ده اللي كان، قلت هو ده الحل الوحيد بما ان انا وصلت لمرحله الياس. طب دلوقتي عرفت ان الموضوع كان سهل ولا لا؟ لا الحمد لله سهل كتير، بس انا برضو يعني مغلبه والدي في البيت طبيعي، وامي ليه احيانا بعك ولسان بقى لما بيجي الفري بقى باكل. مشكله يعني لو عكينا يوم احسن ما بنعك كل يوم. لا اكيد بيختلف، يعني هو يوم الفري اوريدي ماشي، يعني هو يوم العك اللي انت تاكل فيه كل نفسك فيه كل حاجة، لكن نعك يوم أحسن ما كنا بنعك طول عمرنا كل يوم. هو أنا مبدئيا كسبت نفسي بدرجة مليون في المية، الحمد كسبت لله. نفسي وكسبت صحتي وأثبتت نفسي بأن أنا أقدر. بالظبط، هو ده اللي انا عايز اقوله لك. انت قلت كلمه حلوه قوي، ان انت يعني اثبتي لكل اللي حواليك ان انت عايزه تخسي لنفسك انت مبدئيا انا. بالزبط. ثانيا كل اللي حواليا منبهرين جدا بنجاحي الحمد لله رب العالمين. فكره ان انا اخس واوصل للرقم 80، فدي ما كانتش، كنت قلت 80 كيلو بس، ابقى نفسي ابقى 85 حتى، مثلا من 104 لحد 85 اكيد هكون 20 كيلو يعني. لا انت خسيتي برضو 20، يعني 20 كيلو من 100 وكم؟ من 104 لحد كنت بقول انا نفسي ابقى 85 حتى. ايوه يعني حتى ما شاء الله. انت اصلا يعني الكام كيلو دول، ال 20 كيلو دول، هتلاقي ان هم دهون كلهم، يعني دهون صافي، وبالتالي ده يعني رقم كبير جدا، اكيد يعني فرق معاك طبعا في الشكل وفي اللبس وفي كل حاجه، صح؟ ده 180 درجه. احكي لنا بقى احساسك قبل كصحيا وبعد. لا مختلف تماما الحمد لله. انا كنت بطلع السلم، كنت بقى امي كانت تقول لي اطلع، ولا اطلع ليه، انا مش قادره اركبه اسانسير يا جدعان، اركبه للدور الثاني، كنت بعيط من رجلي ولا ظهري، كنت امشي بقى عامله كده يعني اهدى، وما كنتش لسه كامل 18 سنه وبمسك ظهري. كان ابويا بينصحني كتير، كنت اقول له كل ولها رزق، يعني هحرم نفسي بقى، وما كان فيش، ما كناش نعرف حاجه اسمها اكل بدون زيوت ولا دهون، الاكل ايه بدون زيوت ولا دهون ده. المهم ان انت يعني
تفكيرك اتغير 180 درجة. دلوقتي مثلا في حاجة اسمها أكل أمي بتعمل لنا الطبيخ اللي هو الكوسة بدون زيوت خالص. الأول ما كانش في حاجة اسمها، الأول لازم نحط الزيت وبعد كده نحط الحاجة، فاختلف. دلوقتي في أكل كتير بس أكل صحي. جميل. السهل علينا كتير قوي، سهل علينا اللي احنا كنا شايفينه صعب. انت عارفة ان انت ممكن تاكلي الكمية، كمية الأكل نفسها نفس كمية الأكل، بس دي سعراتها الحراريه. أيوة. اقل بكتير. ده اللي احنا فهمناه متاخرا. ممكن يكون شويه رز، هم شويه الرز اللي في الطبق. أيوة بس. أيوة. دول مثلا 150 سعره حراري، دول 1500 سعره حراري، نفس تمام. الكميه. تمام. الفرق ان مثلا الرز ده عليه كميه زيوت كتير، وعليه بقى مش عارف زبيب، مخدوم. وعليه مكسرات وي وحاجات كده غريبه جدا. حاجه مخدومه بالظبط كده، مخدومه صح يعني. فهي الفكره كلها ان احنا الحمد لله رب العالمين قدرنا نغير من نفسنا. كل ده ملوش لازمه بجد والله، ملوش ريحه العالم. اللي هو الاضافات اللي احنا كنا بنقولها. ايوه التشكيلات اللي على الوش دي. التشكيلات اللي على الوش. قول لنا بقى، كان يومك ازاي زمان؟ يعني كنت ايه الحاجات اللي انت بتحبيها؟ اصحى الصبح اجيب قرطاس الطعميه طبيعي يعني. قرطاس طعميه. ايوه. والعيش طبعا اللي هو احنا بنخبزه في البيت، هو ده لازم ناكل منه. هو في حاجه العيش السن ده كله اروح اجيب اربع ترغيفه بقى كل شويه. لا اليوم. طب ما انت ممكن تعملي عيش سن في البيت. لا ما كانش عندنا ثقافة الرغيف. ما كانش عندك. دلوقتي بتعملي عيش سن في البيت ولا؟ دلوقتي والدتي بتعمل لنا كل حاجة وبنساعدها برضو، انا ايدي بايدها لان مفيش. طب الحمد لله. يعني انت تقدري من جوه البيت تعملي اي حاجة؟ كل حاجة. وما مشيش اكل خالص من بره يعني. الاوردر ده يعني كان جزء من حياتنا. طب الحمد لله رب العالمين. نجيب واحنا قاعدين. نجيب مثلا، لكن دلوقتي مفيش الكلام ده عشان الاستاذ محمد بس. استاذ محمد عشان بس استاذ محمد واقف بس يعني. استاذ محمد حضرني موقف في مره، قال لي انا هصوم. كنت انا ساعتها 98 كيلو، فقال لي انا خلاص هصوم، واللي اكله تاكليه واللي اشربه تشربيه. قلت له تمام يا استاذ محمد، خلاص اتفقنا. كنت شغاله في مكتبه ساعتها، وانا رايحه طبعا انا ما صمتش، رايحه السوبر ماركت كنت رايحه اجيب حاجات، لقيته موجود. رحت راجعه. ايوه خفتي. خفت منه، قلقت منه. لا وبره برده كنت ماسكه كيس صنبايت اللي هو الكاراتيه. قابلني ايه ده؟ قلت له ده مش بتاعي. ايوه انا ماليش دعوه بيه. قبل فتح علي. قلت له ده بتاعه. ادور على حاجه جوه، كان في حاجه ضايعه مني فقلت افتح كده ادور عليه. طيب انت خدت وقت قد ايه علشان خاطر تبداي تتغيري؟ ده انا خدت وقت كتير عمال ما اقتنعت ان دوت لنفسي. يعني كان مثلا بيتقدم لي عرسان كتير، اغلبيتهم ان هم ما بيحبوش الناس التخان. بقى طبعا ما انفصلت. طيب انا مش هخس، وده كان عايزني على كده. ماشي ما اسيبش واحد عشان واحد سابني عشان يتخين، ويجي واحد تاني يقول لي خسي. لا ماشي، احنا بنخس عشان نفسنا بس. انا بنتغير علشان نفسنا. اثبتت لنفسي ان انا اقدر الحمد لله، ومكمله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وادعوا لي يا جماعه. ان شاء الله باذن الله. طبعا بنشكرك، نتمنى لك حياه سعيده ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله باذن الله تكون بدايه تغيير حقيقي ان شاء الله. كل الناس اللي هي المكالبازين، يا جدعان والله العظيم رجلكم دي مش هتنفعكم قدام، في الاخر هتقعوا بيها يعني، هتقعوا بجسمكم بالظبط. هتاخد وقت سنه 2 3 4. لا مش سنه ولا حاجه، هم اسبوعين ثلاثه والله. لا بتكلم على الرجل اللي هتشيله. تشيل. صح. سنه 2 3 4 5 بس في النهايه هتقع. صح كده. ما الواحد ده مشي حمل تقيل فلازم يتعب. صح كده. انا اخس، وبعدين الحياه مختلفه خالص تماما، خصوصا يعني في اللبس. وحتى الواحد بيحس كده ان هو حد ستايل كده ولطيف كده. الحمد لله. كتير بيحس يعني ما كانش فيه ثقه بالنفس، دلوقتي الحمد لله فيه ثقه، واعرف واقدر اتكلم كويس قوي، ان انا واثقه من نفسي ومن طريقه شكلي ومن طريقه لبسي ومشيتي وكل حاجه. الحمد لله. انا اتغيرت 24 كيلو، طبيعي ان يكون في اختلاف 180 درجه. وبعدين انا في البيت دخلت كتير تحديات مع والدي، بس هو اللي كسبها الصراحه يعني. وانا بوجه رساله للحاج محمد، الف مبروك ان انت كسبت. الف مبروك يا حاج محمد، وان شاء الله المره الجايه اللي هتكسب بقى ان شاء الله باذن الله. اثبت لك والله هيبقى 65 كيلو، عشان انا دخلت تحدي معاه في شهرين، كان هو ساعتها 93 وانا كنت 82.5.
وما كنتش وما حققتش نجاح كبير يعني. لا ان شاء الله باذن الله. قال لي ان هو هيجيب لي مشاهد دي وانا خسيت، ولكن انا عشان شايفه كل حاجه قدامي ما فما خسيت. هو ما جابش مشاهد يعني؟ ما جاب، ما ولا انا خسيت عشان يجيب لي مشاهد. طيب ماشي. لا ان شاء الله باذن الله هيجيب لك، هيجيب لها مشاهد حق محمد. ها واحنا من ضمن صوتنا لصوتها ان انت تجيب لها مشاهد ان شاء الله. وانا بوعدك قدام الاستاذ محمد ابو البراء والاستاذ مصطفى علي ان شاء الله هيبقى 65 كيلو يا حاج محمد. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك طبعا، اتمنى لك حياه سعيده ان شاء الله باذن الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا. شكرا لك. زهره حكايه من الاف الحكايات اللي بتتكرر يوميا. زهره اتظلمت علشان خاطر وزنها، علشان خاطر شكلها اتغير شويه. زي كتير قوي اتظلم وسمع كلام يجرح علشان خاطر وزنه زاد شويه. بلاش نجرح ناس ممكن الجرح ده يفضل عايش فيهم سنين. بلاش نجرح ناس بسبب ان وزنهم زاد شوية، وبدل ما نجرحهم نقف جنبهم ونساعدهم لغاية ما يوصلوا لبر الأمان. بلاش نجرح. مصطفى علي.